الساعة الآن 9 الصبح، الأجواء مطر وجو رائع جدا، تحس الجو فيروز بتناديك، جو فيروزي. ابو حميد، قلنا كيفك، شو اخبارك، شو هالتشكيله الحلوه هاي؟ قلنا شو في عندكم؟ هلا هون في عنا طبق الاجبان. طبق الاجبان التركي، اربع انواع اجبان: الجبنه المسنره، الجبنه البيضاء، الجبنه العكاويه، تمام، والجبنه الحلوم المشوي. اوكي. وهذا النوع هذا البرك كوسه مع جبنه. كوسه مع جبنه، بركه. اوكي، كوسه مع جبنه، تمام. نجي هون على الفطاير. هي زعتر وجبنه. هي كتير لذيذة، هي محمرة مع أشقر. محمرة مع أشقر. عنا البيض نوعين، بيجي بيض عيون، بيجي الشكشوكة اللي هي المنمن. الفتة، فتة تحمص طبعا. في عنا هدول الميزايات اللي بتشمل المحمرة، بتشمل اللبنة، المتبل الشمندر، تمام، الحمص كتير معروف، فلافل، زعتر. وهاي شو هاي؟ برك جبنة. برك جبنة. برك جبنة. المناقيش بتنزل مع الزيتون، مناقيش صغيرة اللي هي المحمرة، مناقيش محمرة، مناقيش زعتر. الصغيرة. الصغيرة هي. بس هاي ما بتنزل مع الفطور. بتنزل إكسر. بالمناسبة إحنا على فكرة متأخذنا قطعتك. إحنا هون 4 أشخاص، هذا فطور لأربع أشخاص. فطور لأربع أشخاص. تمام. الحلو اللي عندكم إنك تحط صحون صغيرة على أساس يعطيك تنوع وتدوق من كذا شغلة. تمام، وما تشبع، يعني تحس حالك انه والله اكلت من كل شيء. حلو فكرتكم. تمام، اوكي. كمان قشطه والعسل. عندك هيدا الخبز المقلي. خبز المقلي زي الدونت بصير هذا. الدونت، تمام، بالضبط. هي بتتاكل مع كل شيء من الفطور، بس اطيب شيء مع القشطه والعسل والدبس عنب وطحينه. تمام. المربيات. تمام. المربيات في كذا نوع طبعا. هي المربى الفليفله. اوكي، مربى الفليفله، وهي مربى صفجه، هاي زي اللي عندي هون. تمام، بالضبط. اي تمام. تمام، وهذا خبز عادي، خبز لبناني. خبز اللبناني بيجي سخن،
هذا معلم الخبز. يا سلام هاي هيك بالله تقرب لي احمد التراتور هذا. يا سلام هاي الطحينيه تسلم لي حبيبي شكرا جزيلا لك. هيك هاي بسم الله. رهيبة. شايفين كيف لونها من جوا محلاه؟ ان شاء الله طيبة. فلافل كتير طيبة. صح فعلا. هيك حلوم. هذا حلوم مشوي قلت لي اه. شايف كيف؟ طيب طيب. بس كتير بشكل عام زاكي. هاي المناقيش شوفوا عجنتهم كيف زعتر وبحط فوقه جبنه. شنو على الجبنه؟ جبنه بيضاء. هاي جبنه بيضاء. اوه والله طيبتهم. التحميره تاعت العجينه بتشتيها تعضها من هون. شوفوا الصحن محمص حلاوته انك تمسك هيك الصحن صغير هيك تمسكه دوق لقمتك. حمص لبناني ما حدا يقول له غير لبناني. الحمص طبق لبناني من إلى رائع ومعمول على أصولهم تمام التمام. عندنا هاي متبل بالشمندر. شوف متبل الشمندر كيف. شوف لونها محلاها. هاي هون لبنة. لبنة شو بتستخدموها؟ لبنة عادية. تمام. شوف يا معلم الفتة. شوف المعالق بحط لك اياها بتفتح الشهية. فطور رائع. هاي المحمرة احمد هاي المحمرة الصلصة عبارة عن شو بالضبط؟ شايف فيها هاي المحمرة اختها نفس المحمرة. اوكي زيادة عليها هون سمسم. زيادة عليها حط البركة. شوية اسمع اشقواني كتير طعمتها ماخذة. شوفوا هاي البرك برك الجبنة شو بتحطوا جواها جبنة؟ اه بيضة. كلها بتلاقي حتطلع اشياء صغيره تحس نظامه نظام الفطور او نظام تقديم الاطباق نفس النظام التركي. هيك الاتراك على فكره بحط صحون صغيره بس المكونات لبنانيه. وهي فكره كتير حلوه المكونات اللبنانيه. بالله احمد تنويني هاي خلينا نجرب زي الدونت قلت لي يا صاحبي صح؟ خليها اوكي. وهي العسل مع العسل مع العسل اوه سخني كمان والله مع دبس عنب وطحينه. اوكي مع المربيات يعني هاي حطها هيك. استطعتكم والله ثقيله طيبه والله. اوه اوكي اه هسه هات هذه كمان. هاي دبس وعسل مع الخبز هاي المقليه دبس وطحينية عفوا وطحينة. شوف تطلع الدبس اللي طلعت من تحت. في عنده البيض هذا بيعمل بيض عيون. قرب عليه بسم الله احمد. شوف تطلع بيض العيون كيف من تحت بيكون محمر. انت بتقولوها بنفس هاي هيك محلاها. فهيك بتلاقي هيك محمر بيض العيون من تحت بالاضافة للشكشوكة. طبعا الشكشوكه بسموها كمان بالتركي منمن. منمن هذا فطورنا. نريح شوي ونبلش بالغدا.
هذا الغداء قلت لي لشخصين. طبعا هي المشاوي المشكلة بتنزل لفرحتك لشخصين. طبعا هذا الصحن من النوع اللي بلف هيك. هاي انا قلت لي بدك تبدا فيها يا محمد. هاي هاي هي الكبة المشوية. بسم الله. للأمانة هاي الكبة طبعا اكيد حكاني عنها الشيف هون كتير طيبة، بس انا كمان متحمس لها لانه احمد هو عم بصور المطبخ دوقوه اياها الشباب. داقها جاني لهم بقول لي اطيب كبة مشوية اكلتها بحياتي. احمد حبيبنا المصور حبيبي انت. هاي هون الكباب اللبناني معلم. شوف الكباب اللبناني بيتاكل بهالطريقة. اول شي بتحطه بالخبزة المحمرة، بتحط فوقه هالبصلات الطيبين اوكي، بتغطوا بهالطراطور. وهي هاي انا اتحداك تاكلها. بقدونس لا بس مثلا بتحكي على العراقي لا بحطوا فيه شيء، بتحكي على التركي بهارات وما بهارات، بس هذا بيكون فيه بقدونس. الكباب اللبناني للآخر. وكمان الشطبوق اللبناني بالطريقة اللبنانية. شوف تطلع مع بطاطا. هذا هيك تتاكل شيش طاووق اللبناني، هيك بيتاكل. شفتوا كيف بيخبز الشاورما عنده؟ هي عبارة عن عجينة، بحط الشاورما بحط التوم كذا بعدين بحطها بالفرن هيك بهالشكل. خبزتها مخبوزة منها وفيها. أنا بحب أسلوبه بالأشياء هاي المقبلات الكذا كيف بقدم لك اياها صغيره. طلع شوف ما شاء الله. هاي المقليه الكب المقليه. شوف اللحمه عنده طلع كيف لونها من جوا، مستويها بشكل طيب. هاي بدي احطها كمان بالطراطور. هذا شو؟ هذا بيروت كباب. بيروت كباب تسلم لي يا حبيبي. هذا الكباب بيكون اطول اكبر من هاي. وهاي شو بتحطوا معها؟ بيجي معها رز. طبعا رز كبسه. اها. او في ناس حسب الطلب بدها رز ابيض. تمام فهمت عليك. وبطاطا وشويه حمص. احنا بيني وبينكم زي اللي غزينا بالهذا نسينا التبولة. احنا المفروض عم ناكل هون التبولة بأرضها يعني. الحموضة تعتها زيادة، وهذا اللي بميز التبولة الطيبة انها بتكون حامضة زيادة. ورق العنب، هذا ورق عنب بزيت هذا ال هذا ورق عنب بزيت اللي بيكون معها بطاطا كمان. فول بط معها بطاطا. ايه طبعا. ايه نكتها. ومع زيتها. تقييمي للاكل للامانه كثير طيب، اكل كثير رائع. شوف اكل لبناني. اللي بيحب الاكل اللبناني حيجي هون ياكله على اصوله، سواء ابتداء من الحمص والمقبلات، الورق العنب، التبوله، الحموضه اللي زياده، الكباب كيف عاملينه. يعني لبناني درجه اولى. اوكي الكبسة هاي انا مستغرب منها انه هذا شيء مش لبناني. حتى كمان الكبة اللي كتير مميز فيها هاي ما تعتبر كبة لبنانية. الكبة اللبنانية بالغالب هاي اللي هي مقلية، بس هاي بالطريقة السورية هاي كتير طيبة، كتير طيبة عملها. ميزته كمان المطعم في عنده ميزة كتير حلوة انه بقدم لك الاشياء بصغير.
سواء كنا بالفطور كيف قدم لك هاي الأطباق المقبلات بشكل صغير، الكبة كيف مقدم لك إياها صغيرة. هاي كانت تغطيتنا المطعم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقة وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معي. تحت بتلاقوا بوصف الفيديو بتلاقوا منيو المطعم كامل، وبتلاقوا كمان العناوين بخرائط جوجل وأرقام التواصل وأوقات الدوام وكل شيء بيانات عن المطعم. لا تنسوا تشتركوا معي بالقناة وتضغطوا لايك، ويعطيكم ألف عافية.